للكابتن الكبير الكابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق. يا كابتن جهاد اهلا بيك. امير مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله زي الفل الحمد لله. هو في فاول في اللعبه بتاعت احمد بالحاج دي ولا ايه اللي ممكن يكون من خلاله الحكم الغى الهدف؟ بص انا عندي النهارده ماتشين اتغير فيهم نتيجه المباراه نتيجه الخطا التحكيميه. الماتش الاولاني انت استعرضه دلوقتي بيراميدز وسيراميكا، الهدف هدف سليم 100%، مفيش فيه اي خطا. سليم 100%، 100% مفيش اي خطا على المهاجم. احمد ياسر ريان لا دفع ولا مسك ولا عمل حاجه عاجبه عليها. الغاء الهدف لازم الناس تقول للحكام الغاء الهدف. ده حدث كبير، قرار كبير، صح. لازم يبقى في عندي حاجه واضحه وصريحه عشان الغى الهدف. وبالتالي اللي حصل ده الغاء الهدف بتضيع على ايه؟ في ايه اللي الراجل عمله او الخطا اللي عمله في الاحتكاك اللي حصل مع الاثنين لعيبه المدافعين؟ الغى عليه الهدف، وبالتالي بكلمك على هدف صحيح تم الغائه، وده يعني خطا اثر مباشره على نتيجه المباراه. انا عايز اسالك سؤال يا كابتن جهاد وخلي بالك طويل معايا شويه. هل مع اعاده اللعب اكتر من مره حاولت تلاقي اي مبرر وفشلت، ولا ممكن يكون في مبرر بس غير مقنع انه يلغي الهدف؟ هو بص، سكوت اللاعب اوهم الحكم ان في دفع. لكن انا عندي فار، انا عندي فار شوفها مره واثنين وثلاثه ودور على يعني دور على الخطا فين الخطا. طب ما فيش عندك خطا وما فيش اي خطا واضح ان في خطا، لا هات الحكم تعالى. انت لاغي الهدف ليه؟ عشان دفع. لا ما عنديش في الصوره تقول ان في دفع ولا في خطا على مهاجم سيراميكا، وبالتالي انت الغيت وما تراجعتش في الفار كمان اعتقد. لا لا، لك هو كان لازم يراجع. وتتكلم على تتكلم يا امير، بص لما تيجي تلغي هدف، احنا اتكلمنا قبل كده على ماتش الاهلي والبلديه، الخطا فين عشان الغي هدف؟ يعني هدف الاهلي الثاني فين الخطا؟ يا جماعه الاحتكاك الطبيعي ده بيحصل. لا في ناس قالت ساعتها انه خطا. لا مفيش حد، يعني مفيش خطأ. لما انا كرم ربيع ماسك والمدافع ماسك، وانا والمدافع نسيب مع بعض، ويجي الحارس يوقع المدافع، انا رامي ربيع عملت ايه عشان اتحاسب عليه؟ ولا حاجه. طب بعد كده اللقطه الثانيه، لاعب النادي الاهلي احتك مع اللعيب، مفيش خطا، مفيش دفع، مفيش ماسك، مفيش عرقله، اللي هو بيتولي. طب انا ما اخطاتش اتعاقب عليه. بعد كده الراجل اللقطه الثالثه راحت لموديست اللي هو مش موجود في موقف تسلل سليم، فهدف. ايه اللي ممكن اتكلم عليه في الهدف عشان الغيه؟ يعني بتكلم هو لما تراجعت كده في الفار، الصوره اللي بنتكلم فيها ديت، نجح ان هو خد القرار الصحيح باكتساب هدف الاهلي في البلديه. مظبوط. النهارده انت هدف تلغيه ليه؟ يعني الغاء الهدف ده لازم الناس تتكلم في لجنه الحكام، يا جماعه الغاء الهدف ده قرار كبير. فلازم يبقى فيه مبرر كبير الناس كلها تبقى شايفاه، وانت فار شايفه والدنيا كلها تشوفه، عشان الناس تبقى مقتنعه ان الغاء الهدف ليه سبب. في ماتش تاني برضه عندنا مشكله في النهارده. طب ثواني بقى، قبل ما اروح الماتش التاني، في ماتش مثلا ايه ريال مدريد وبايرن، كان في هدف في الاخر خالص لما الحكم صفر بعد ما اللاين مان رفع الرايه، فالحكم صفر والكوره بعد كده دخلت جون، فقال لك خلاص انا صفرت، حتى لو الكوره بعد مراجعه الفار طلعت هدف سنه قانونيا، انا صفرت قبل اللعبه، وده كان خطا كبير باعتراف حكم الرايه. يمكن النهارده الحكم صفر قبل ما الكوره تخش جون ولا لا؟ ما صفرش. لا لا، الصفاره بعد. الصفاره بعد كان في فرصه. طيب يعني مفيش مبادر. لا لا لا، الصفاره النهارده بعد. وبالتالي عندك فرصه للمراجعه. الصفاره النهارده لما نتابع الماتش وشفت الماتش، الصفاره بعد ما الكوره دخلت، ودليل ان اللعيب راح يحتفل. يعني لو صفاره قبل انت مش هتروح تحتفل، هو اللي الصفاره طلعت، انا بتفرج على الماتش، الصفاره طلعت بعد، فانا قعدت ادور في الفيديو والناس بتعيد اللقطه واثنين، فين الخطا؟ يعني انا ادور على الخطا مش لاقي خطا. أوكي. لكن الصفاره كانت بعد، يعني في عندك فرصه للحكم ان انت تراجع. خلاص صح، متاح ليك. لكن الثانيه بتاع ريال مدريد، لا الراجل صفر صفر، فما فيهاش نقاش، والحكم اخطا، وبالتالي بنتكلم عن خطا كبير في ماتش كبير. الجون بالمناسبه كان هدف تسلل ولا كان؟ لو لا ما كانش، بص ما عنديش يقين هدف او مش هدف، احنا بنتكلم على اجراء يا امير. الاجراء كان خاطئ. اجراء طبعا. كان اجراء مخالف تماما لبروتوكول الفي ار، وطبعا حكام كبيره في ماتش كبير. طبعا بغض النظر بقى الهدف مش هدف ما نقدرش نتكلم فيه. ماشي. لان احنا رسمنا خطوط ولا رجعنا ولا بنتكلم. وبعدين احنا مالناش دعوه، طالما ريال مدريد كسبت يبقى زي الفل، مفيش اي مشكله. لا انا مش قصدي قصه تحكيم. طيب عايز اقول لك على حاجه بقى ثانيه. النهارده الكابتن هاني سعيد طلع قال ان هو تعرض لظلم، فريقه تعرض لظلم تحكيمي اللي هو بيتكلم على بيراميدز في المباراه دي، فبخلاف اللعبه بتاعه الهدف الصحيح اللي اتلغى لسيراميكا، هل في حالات اخرى جدليه تضرر منها بيراميدز؟ ايه بقى؟ بالامانه برضو بنتكلم على ركله جزاء لبيراميدز لم تحتسب. تمام. كان في الراجل ما وصلش للكوره، وصل لرجل اللعيب، وبالتالي تم استمرار اللعب. الحكم احتسبش ركله جزاء. دي كانت انهي واحده دي يا كابتن؟ عشان نحاول نجهز الصوره بتاعتها، انهي واحده؟
في لقطه كان المهاجم منفرد في بالجول في الشوط الثاني، كان المهاجم منفرد بالجول، مش فيستون مايلي، فيستون مايلي وبعدين فاكرها هو وصل للرجل مباشره، صح واللي لعب الكره المهاجم مش المدافع، وبالتالي انت بتتكلم على اعاقه واضحه وصريحه وركله جزاء لبيراميدز بمنتهى الامانه. طيب في الاخر يعني بنتكلم على كده فرقتين تضرروا، اللقطات تحكيميه كبيره زي ما انت بتقول، بنتكلم على لقطات تحكيميه كبيره، بس انا بكلمك على الغاء هدف ده اكبر من ركله الجزاء كمان. ركله الجزاء طبعا حق وحق، بس كمان هدف تعادل، اللي انت بتتكلم على 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 يعني حاجه حدث كبير في المباراه. طيب هروح لك بقى لماتش بقى مفيش فيه الا غلطه واحده. طب لا انت مستعجل على الماتش التاني، معلش استنى. لا خلاص ماشي، استنى بس اسالك سؤال بس. انت مركز في البلدين؟ لا 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 والله بجد، انا عشان الموضوع في اكتر من حاله مهمه. اتفضل. الحكم اللي ادار المباراه النهارده، هل كان تعيينه يعني جانبه الصواب من قبل لجنه الحكام، ولا كان المفروض يتم تعيين حكام عندهم خبرات اكبر؟ مع كامل تعاطفي معاه في الحقيقه، لان انا بحب دايما الناس اللي بتبتدي وتشتغل وتخش وتاخد مباريات كبيره نبقى في ظهرهم ونساندهم. كان بحكم ان بيراميدز فرقه بتنافس دلوقتي في الدوري، فبرضه من خلال التصريحات الخاصه بالكابتن هاني سعيد انه كان بيتمنى ان يكون في حكام دوليين اصحاب خبرات في المباريات بتاعته. بص مير، محمود وفا من الحكام الكبار جدا وكويسين، لكن انا اتفق مع كلام الكابتن هاني، في ماتشات معيارها او مقاسها حكم دولي او حكم يعني خبرات اكبر كمان من محمود، ومحمود على فكره من الحكام ماشيين كويسين جدا كويس، لكن انت اللي بتعاني الايام اللي فاتت دي من اختيارات غير موفقه في ماتشات معينه. انت بتتكلم على فريق بينافس صعود او ينافس على البطوله، وفريق تاني شرس ومش قليل، فريق سيراميكا، بتتكلم على بيراميدز وسيراميكا، مستوى الماتش او قوه المباراه بتساوي حكم دولي فطبعا او حاجه او ما يماثل الدوري اللي هو مرشحين قائمه دوليه الفتره اللي فاتت. فطبعا هو اذا كنت بتتكلم على المنطق اللي بيتكلم بيه كابتن هاني سعيد، فانا اتفق معاه تماما، كلام منطقي. وفي نفس الوقت احمل حكم كويس، محمود ماشي كويس جدا على فكره، محمود وقف ماشي كويس جدا، لكن لما تودي ماتش زي ده عملت له مشكله، بتظلمه زي بالظبط الحكم الاهلي والبلديه، حكم كويس جدا وراكب في دوري شمال افريقيا وعامل بطوله كويسه جدا، بس انت مش مستوعب ان ماتش البلديه والاهلي في ملعب غزل المحله ماتش صعب. الماتش ده لو هو في القاهره هيبقى اسهل من كده بكتير، لكن في ملعب غزل المحله دايما ملعب غزل المحله فيه مشكله مع الفرق الكبيره زمالك واهلي. اتمنى ان شاء الله يتم تدارك الموقف ده ان شاء الله باذن الله. طب الماتش الثاني بقى اللي انت حابب تعلق عليه، الماتش الثاني فاركو وبلديه المحله، فاركو وبلديه اللي خلص 1-0 لفاركو بهدف شكري نجيب ركله جزاء في الدقيقه 54. هو الهدف، هو الخطأ الوحيد. أوكي. الهدف لو كنت تجيبه او كان معاك الصوره، ماسك واضح من مهاجم فاركو عمرو جمال، الماسك قبل لمس اليد، يعني الراجل الفيرويد المدافع قدام المهاجم والمهاجم مسك المدافع، الشد من التيشيرت الواضح، شفت الشد اللي احنا بنتكلم عليه، شفت الشد سموحه نفس التيشيرت، ايوه نفس الشد سموحه والزمالك، الشد نفس الشده دي، هو الراجل عطله في تعطيله ده، ايده خرجت بره جسمه، الكوره جت في ايده. اللي حصل الاول خطا، اللي حصل ايه؟ اللي حصل الشد اولا، وبالتالي انت كحكم ما حسبتش ده وحسبت ركله الجزاء، واجب على حكم الفار اللي موجود بره يقول لك لا ده في خطا على المهاجم قبل ركله الجزاء وقبل لمسه اليد، وبالتالي تعالى تبص عليها، يبص عليها يرجع بركله حره مباشره لبدايه المحل. ده هدف المباراه يا امير وخطا مؤكد. هو احنا اشمعنى احنا يا كابتن جهاد اللي عندنا الفار فيه مشكله؟ انا نفسي افهم، يعني في كل حته في العالم الفار ليه دور، ليه بعض الاخطاء بس الطفيفه، لكن ما نجيش في يوم واحد نلاقي خطأين مؤثرين ويمكن ثلاثه كمان، خطا لصالح بيراميدز وخطا لصالح سيراميكا وخطا النهارده ضد بلديه المحله بسبب الفار، انه مش شغال، الناس مش شغاله، ولا ايه المشكله؟ انا عايز افهم. مش عارف، انا بص يا امير، يمكن انا عندي برنامج اذاعي رصدت الاسبوع اللي فات، عندنا خطأين مؤثرين في ماتشين اتنين في اسبوع. الاسبوع ده برضو النهارده، مش بقول لك الاسبوع ده، النهارده بس خطأين مؤثرين في ماتشين اتنين. فبتتكلم مع وجود الفار مش مقبول، تعرف لو مفيش فار هنتكلم اخطاء بشريه والدنيا سهله، لكن مع وجود تقنيه الفي ار وموجود بالمنظر ده المفروض اخرج الاخطاء دي كلها منتهيه، ما اروحش بيهم يعني زي ما بيقولوا يعني، لكن انا دلوقتي بدني باخطاء واخطاء بتاثر. هل حكامنا بيتاثروا او بيتضغطوا او بيخافوا يا كابتن، ولا هي دي امكانيات البعض فيهم، ولا القصه ايه؟ انا بحاول الاقي مبرر عشان حتى يتعالج يعني. والله يا امير انا مش عارف، الاخطاء بتتكرر ومستمره ما بتعالجش، ونفس الدايره برضو التكرير، الحكام نفس يعني الحكم يلعب فار النهارده نفس الفرقه وبكره يلعب ساحه، حاجات بتحصل كده بتؤدي للنتائج اللي احنا بنشوفها.
فنتمنى الاصلاح. احنا بنتكلم فتره التوقف الدولي ده اللي فتره جديده، الفتره اللي جايه دي هي اخر فرصه لجنه الحكام، لان بعدها الدوري هيبقى ضرب نار زي ما بيقولوا. طبعا مفيش هزار بقى. فهتبقى كل الاسبوت على كل 3 ايام التحكيم في المباراه اللي بتنافس والمباراه الهبوط، انت هتلاقي فتره صعبه جدا. فانت لو اللجنه ما لحقتش تلم نفسها في الفتره دي وتلم حكامها في الفتره دي عشان بعد التوقف الدولي اللي جاي نرجع بقوه، هيبقى في مشاكل كبيره. هتبقى في مشكله واحنا في غنى عن كل المشاكل دي في الحقيقه. نتمنى التوفيق للجميع. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن جهاد جريشه الحكم الدولي السابق.